بسم الله وكفى سلام الله عليكم اخيار ميل والبواد الدنيا دا كجوكتان وسيرك وسيارة دا قاشان ديقة فدرالك الصومالية عبدالقادر محمد نور جامع وصيفتا قلك كلا بحي ايانو ايقي دون هدي الهي وكرال نغدا برنامج كينا انت ان هودا كو صاحيب كنهي لغا استياشا ايا داودياشا قيمها ايا قرادا وين لهو كو سو دوادا مركلة اتنا ورباهين ساوتن ميديا كوبريشن او لوسوا قابي اس ام سي ساكي او جمعه وسيرك وسيارة دا قاشان ديقة فدرالك الصوماليين عبدالقادر محمد نور جامع ايا سيفتا قلك كلا صوبحي عبدالقادر ان او سيفتي سي قلك كلا صوبحي وحي كدن بيسي كدي مركي ضد او دشاي بيشة هويي قار كمد سياسين اي شعب براه بلشادة اي بلابين ان اي ويرر كو قادان وسيرك قاشان ديقة صوماليا اينا كو ايدايان انو ايتوبيا هشيس كلاقلاي بادة صوماليا ادبا عبدالقادر نور جامع اساقو كودaga هادلايا اونا جوابا يدد كاسي قرال ايو صوديقاي برتيسي وجيبوغا اما فيسبوغا قرال كيسان وحو اوديقا يهي سيداتان ان ايدين اخرين دونا حولي يهي حكمدة جمعها نين فلين ما لغو حمنا يي بلان دقي سن قرالك نين فلين ما لغو حمنا يي وحاج الدمع لديه جري ايا حوليهيس لباح كعني امن هبين صبحي حيقي ايو وحوقو آن صدي إنو بل كدبتاقو لباحي سيئو أسو دلو وحونا خري أسي كحيستي صاحيب كيسا سيدا لو سعدي ورات كي لباحا لو راعاي ايا لباحي او جيت خوص فنية لو تغي حاجي دمع مركي او اندها ساري لباحي ايو اسما ويلس باللابي او رادكي ايو اسكو مشغولي يي دبن اوغو لابتي هل كان ايو مري ارمو هل كان كالليحضي يوحي اللمد صاحب كيسة او لسعودي ايا كلمد مركي الدنبال لغو دوري ما ها آدنا لغي يقانو قبالة ميلان كويري لباحة إساقة أياد با أجي داي راد كيسي محاد او راديني بل أدباء جمعوان أكسن عبدالقادر محمد نور جامع وحولي يهي لباحة وابا أجي داي محاد اغاور وريغان ايسا او راد كيسي محاد او راع ايسان حكمت دان سيكال هدان او ديگنو وحيا لغا فهمي كرا بدا قفكا ديبي واد او جيدان عد قادتين واد او جيدان محاد بارك ايسا ميلاها او مرمر ايسان شرعيغا ما سوا مرتان هدان رون قبطان اناها سي مركي جوكتو عبدالقاد دينور جامع وحود قينيا ماركيس صاحي بفر بدن او رونتا اسكدغا تيرايا انغا مارك هدان غرتان ان غوينو نين كان ديغل يمريف لها هدي لغو ايديي بدا صوماليا ان او اسغو سو سخي حي هدي لغو ايديي اسلا ماركانا ايتوبيا هشيس انو لا سو غلاي سيدا لا اوغياه لغو ايديي اسغا يا حكومه دوله ديبو كترسن يحي حسن شيخ محمود بعد دولة مدحوينة كأه حسن شيخ محمود نوانين هوية هراب اوكي سو مقو مانا مركا دادك مقالة مقدشو كبرنام بحاية مسنع عينية عبدالقادر نور جامع ان او بدان قطر قليي اساق او معني صوماليا قطي دادك مقالة اللامر مراي او كل دقن براه بلشادة سيدا عن ارقنو
سومو وناكسان حسابتا إن لسيمو إلين بدان حدي لصوصي حينا عبدالقاد النور جامع وسيرك قاشان ديقا وديقلي مرفلاة علي بلعد وسير الدولة أريمها ديباد الصوماليا وقودة شي هراب هوي إيوه حسن شيخ محمود ومدحوينها الجمهورية الفدرالك الصوماليات وإساقنا هوية هرابة إنتا أسا صوصي حي دولدنا حسن باقوين سيسيمن إن لو ويرارو سيسيمن ماركيس لو أبارو صوموين أكسنين مارك عبدالقادر نور جامع كليان وحكا شيغيا مقالة مقدشان بنام بحان ديجي ياه إسلام مركانا حسن شيخ محمود وحكا ما شيغا أيو علي بلعد وحكا ما شيغا أيو عقلقاسي هوية ومشاقينيا صوماليا عقلقاسي مشاقينيا وردد كان بدي باي قتين وين قتين هل دين عانو قسو ودى جيسنو وأفلا قرتي لكن هل قف كلية أيا معنية دنبيق آن دوشة كسارية كويغان وأوليو وحا صومالي دا إسكو راعي ويدي دولة دمدا إيو دقاق ويدي واسيدا ور عبدالقادرنا ملايك ماهن حسن شيخ محمود ملايك ماهن علي بلعدنا ملايك ماهن نمانك هوية اي بادا قطاي وهشيس كان كجرة محاد او امانا يسان جيسي 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 دالك بدبادية ادو ليديهين نين كان ديقلي مرفلانا محاد كو عركتين اما ودا داية اما ودا دورة حسن بادا إساقا قطاي علي بلعد إساقا قدري وسيرك قاشر ديقا إساقا قدري إسكما بحين وسير كان وسيرة دان إسكما تاقين وار إسكو سي ما أركيسي نمانكا dalka qatarta galiye ee khayaanada qaran gadaal ma uga martaan Soomaaliye hadii sidaas ay yeeli weydaan been ba sheegaysan waxay la mid tahay un mudaharaadad bay dhab xamar ka dhigaysan Itoobiyaanka iyo raxweynta waa isku mid raxweyn waa cadaw kaalkaal Itoobiyaan bay kaalka ay kaalkaalaysa saas ay leedihiin aksigana shalay dalka oromada waxa keenay Itoobiyaanku waa idinka maanta oromo aan la dagaala adiga dhahay shalayna oromada marka idinka ka soo dajiyay oo ma arkayse bay dhaba kula dagaalahay marka idinku xageen idin raacnaa marka ana waxaan qabaa xaqiiqada ha loo noqdo Cabdiqaadir Nuur Jaamac in this point uu ku saxay cadaalad darada xataa cadaalad bay u baahan tahay cadaalad kaliya cadaalad uma baahna cadaalad darada yaa tuuganimada cadaalad ay u baahan tahay dhillannimada cadaalad ay u baahan tahay cadaalad darada cadaalad ay u baahan tahay war dadka dalka qatarta ku ah qabiilku doona ha noqdo hawiye ha noqdo dir ha noqdo daarood ha noqdo dan wadaag ha noqdo oo digil aw mirifla ha noqdo dabada ma kama wada marnaa mise keygu waa ii owliyo kaaga kaliyaan bursanaya hadday noqoto dema arkayse Cabdiqaadir Nuur Jaamacna digil iyo mirifla ka dhashay isagana dad baa difaacaya dulmiga uu geystay badda uu gatay waa ku difaacaynaa dhowdi haddii xasan sheekh maxamuud iyo cali balcad lagu difaaco iyo muuse biixi iyo kaahin iyo geeli oo baddan gatay haddii lagu difaaco jaamacna malaa'ig buu noqonayaa this is it marka qodobkaas isaga ah halkaasaan kaga gudbi doonaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya puntland iyadana warqad bay soo saadhay warqadda waxay ku qortay laba qodob qodobka koowaad puntland waxay leedahay baaq baan u direynaa shacabka puntland siyaasiinta dhammaan midnimada inay adkeeyaan iyo nabadda qodobka labaad ee ugu muhiimsan ee puntland ay soo saartay waxa weeye sida tan puntland waxay leedahay shirku wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka soomaaliya in arrimaha masiiriga ah ee federaalaynta iyo dhammaystirka dastuurka federaalka soomaaliya laga wada hadlo lana hakiyo tallaabooyinka socda inta laysaga imaanayo puntland waxay leedahay yacni xisaabaadkii beryahan socday oo dhan wax kama jiraan weeye koway koow ayaa laga soo bilaabayaa ha la hakiyo xasan oo stop shaqada awoodid siciid cabdullaahi dani inuu soo noqday taasaa caddaynaysa ugu dambayntii magaalada garbahaaray ee gobolka gedo mayland saakay waxaa ka dhacay dagaal sidii la sheegay xarunta ee maarkaysa maamulka guddoomiye xasan garbahaaray oo guddoonkii hore ee degmada garbahaaray
ayaa la yiri jagada wareeji waa uu diiday baa la yiri waa uu dagaalamay kadibna waa lala dagaalamay markii ugu dambeysana xasan garbahaaray ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay dowladda federaalka soomaaliyeed taabacsan sida la sheegay kolley garbahaaray iyaduna xaalkeeda saasay ku waabariisatay sida wararku ay sheegayaan waxaa jiray nin dilay gabar oromo ah magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ninkaasi gabadha oromada ah dilay waxay ku sheegeen sacad laakiin waa been ninkaasi qabiilkiisu waa cayr buu u dhashay isla markii gabadha oromada uu toogtay ilaaladii axmed cabdikaariye qoorqoor madaxweynaha galmudug ayaa toogtay isagana macnii fasas iyo tarar inaanu ka dhalanin shirqool loo dhigay axmed cabdikaariye qoorqoor bay ahayd ee la doonayay in itoobiya lagu diro isla markiina waa uu fahmay ninkii marka la toogtay gabadha oromada toogtay shalay bay ahayd sida la sheegayo durba jeebabkiisi waxaa laga helay kaar nisa ah waxa uu ka tirsanaa ciidamada nisa ee mahad maxamed salaad uu hogaamiyo taliyaha nisa federaalka soomaaliyeed oo u dhashay cayr reer weliye dheere ayaan leh cayr habargidir ah haddaba laakiin ninkaasi hooyadiisii waxay ahayd sacad dadku laakiin waxaa suuqa loo soo geliyay sacad baa dilay iyadoo la rabay in isku dhufashona meeshaasi lagu sameeyo si kasto ay ahaataba kaariya qoorqoor uuba soo afjirayba ninkii wax dilay oo gabadha oromada shacabka dilay isagana horuu ka toogtay ma qabo aniga marka siyaasad haddii la isku hayo shacab in la toogto khalad weeye ismaaciil cumar geelle isaguna sideed ee koob iyo yacnii sideed iyo tobanka january wuxuu soo tuuray kambaale in lagu kulmo wadahadal igaad sidii arinta badda soomaaliya itoobiya loo dejin lahaa tani waxay muujinaysaa geelle inuu barnaamijkan ku fashilmay oo arrinta ma arkayse macnihii isagii xasan sheekh maxamuud dhiiqe ay lagu hadla galeen nidaamka dowladnimada toosan ee waddan marka madax banaanidiisa lagu soo xadgudbana aanay rabin inay maraan bacdama iyagu ay barnaamijka wax ka og yihiin walaalayaal wararkii ugu dambeeyey hadda halkaasi ayaanu kusoo koobi doonaa haddii allaha uwadale uu ka raali noqdo dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa sahaydana badsoo safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibayo laysma siina muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddii na lakala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulannaa xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa شد
السقالي السقالي السقالي.